تحيم المدينة في إطار سعيها مستمر في تكوين شباب وتكوين مواطن في إطار الإسعاف الجماهيري. هناك بعض اتفاقات إن شاء الله في المستقبل تبرم مع بعض المديريات وبعض كذا حتى نوسع هذا المجال من الإسعافات ومن التدخلات في حالات الأولية وفي حالات الإصابات الأولية حتى يتسنى للضحايا بأن يؤخذوا بعين الاعتبار في الوهلة الأولى. هذا هو يعني المضمون تاع الاتفاقية، وتتوسع إن شاء الله مع بعض المديريات الأخرى في المستقبل إن شاء الله.